عادل الحسني من قيادات تنظيم القاعدة الإرهابية باليمن. ولد في أبيان التي تحولت إلى معقل للتنظيم الإرهابي عقب الفوضى التي ضربت البلاد بعد 2011. قاتل في صفوف التنظيم الإرهابي للسيطرة على محافظة أبيان حتى اعتقلته السلطات اليمنية قرابة عامين، إلى أن تم الإفراج عنه بوساطة قبلية. فر من اليمن بمساعدة شقيقه المنتمي لجماعة الإخوان، حيث أقام في ماليزيا، ثم ذهب إلى قطر التي بدأت بتلميعه لمهاجمة التحالف العربي لدعم الشرعية. لم يتغير الخطاب التكفيري لعادل الحسني، فأطلق من على شاشة الجزيرة تهديدات ضد قوة التحالف المتواجدة بطلب رسمي من الحكومة الشرعية اليمنية والتي تقاتل الجماعات الإرهابية مثل الحوثيين والقاعدة، وأننا نمهل دولة الإمارات العربية المتحدة 72 ساعة لمغادرة اليمن بجنودها وضباطها ومعداتها، ما لم فإنها ستصير هدفا مشروعا لنا. كلما استهدف التحالف تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن، خرج الحسني ليواصل حملات التشويه من على شاشة قناة مشبوهة تربطها بالقاعدة علاقة وثيقة منذ عقود. بس دعيني أوضح وأرجو أن يتم تصحيح التوصيف لعادل الحسني، هو قيادي في القاعدة الإرهابية المقاومة الجنوبية بريئة منه. دعنا هو دعنا لم يكن قيادي في المقاومة الجنوبية فقط للعلم. نعم لا لا نعم نطلق أما 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 لا نخرج عن الموضوع. نعم نعم لا 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 هو لا عندما يتم توصيف شخص إرهابي بأنه قيادي في المقاومة الجنوبية فهو توصيف للمقاومة الجنوبية أنها إرهابية، هذا هو فقط أردت أن أشير إلى هذا النقطة.